اهلا بيكم معانا في lessons shared.com. احنا النهارده لسه مكملين مع الريفيجن على اللوبس، وان شاء الله هنبتدي نحل كام مساله من الشيتس اللي معانا عشان نتدرب فيها على حل اللوبس وطريقه يعني استخدامها بيكون ازاي في البرمجه. بدايه احنا عايزين نبص على الشيت مصر سريع. هنا مثلا اول سؤال بيقول لي write a program that reads a number n then reads five numbers and count how many of them are divisible by n. يعني هو محتاج مني ان هو يقرا خمس ارقام. هو الاول بيقرا رقم n ده فرضا مثلا 10، وبعدين بيقرا خمس ارقام بعديه 35 45 5 3 2، وبعدين بيقول لي كم واحد فيهم كان يقبل اسم على العشرة اللي انا دخلتها في الاول. البرنامج سهل قوي، سهل لدرجة ان انا مش عايزة اطبقه الحقيقة. احنا هنسيبه لكم ان شاء الله تطبقوه انتوا، واي سؤال انا معاكم. السؤال اللي بعديه هو بقى اللي ايه هنطبقه. هو هنا قال لي write a program that calculates the following formula for n terms. يعني ايه اصلا الفورميلا في المعنى الرياضي بتاعها؟ هي المتسلسلة اللي هي متتابعة. متتابعة اللي هي هنا ايه شكلها واحد زائد نص زائد تلت زائد ربع زائد خمس زائد سدس وهكذا. انا هنا بزود المقام بتاع الحد، يعني الحد هنا عندي كسر فانا بزود المقام بتاعه، يعني انا بالمعنى اصح بقلل في القيمة بتاعت الحد نفسه. الحد ده القصدي المتتابعة دي معايا لحد ان، يعني هي مفتوحة، فاذا انا عندي في البرنامج اقدر اثبت الان دي باي رقم يعجبني. انا عايز اعمل لوب بتحل المتتابعه دي بتحسبها. فاولا من شكلها كده دي مادام فيها كسور يبقى احنا لازم نحسبها في متغير نوع دبل، تمام. ومادام انا معايا ان دي ثابته النهايه بتاعتها انا احددها بايدي، يبقى انا اشتغل على الفور لوب، تمام. انا ممكن اشتغل على الوايل وممكن اشتغل على الدو وايل، لكن انا احب ان انا اشتغل على الفور لوب بما ان الان معايا ثابته. فالبرنامج ده هيبقى اربع سطور بالظبط. احنا اولا هنعرف حاجه اسمها ان كانت ان وهنديها اي قيمه. فرضا مثلا انا عايز احسب 10 حدود من المتتابعه، فهخلي الان ب10، وبعدين هعمل حاجه اسمها سم اللي انا هجمع فيها ايه المتتابعة بتاعتي. هو اصلا هدف البرنامج ايه؟ ان هو يجمع عدد الحدود، يعني الحدود بتاعت المتتابعة بتاعتي من زيرو اسفة من واحد لعشرة هيجمعهم مع بعض. فده الهدف بتاعي انا، السم ده انا ده اللي انا عايزاه، دي النتيجة اللي انا بدور عليها. انت سم ايكوال زيرو، وبعدين اعمل فور لوب اقول فيها انت اي ايكوال وان سيمي كولون اي اقل من او يساوي الان، ما ينفعش اسيب مسافة هنا، واي بلس بلس. وبعدين جوه الفور دي هعمل حاجة واحدة بس، ان انا هعمل سم بلس ايكوال واحد على اي. البرنامج ده فيه غلطة كبيرة جدا، غلطتين. هسيب لكم ثواني كده تفكروا فيها ايه هي الغلطات. وبعدين هعمل هنا كونسول دوت رايت لاين لايه، هقول له the sum of the formula to n equal 10 terms is. طبعا انا بحب احط ديسكريبشن للبرنامج في السطر بتاع النتيجة ده عشان اللي بيفتح البرنامج يفهم انا عملت ايه، واحط صح. بالنسبة للغلطتين اللي انا قلت عليهم، اولا احنا قلنا ان احنا هنحط الايه نتيجة في دبل، انا هنا عملتها انت. الغلطة التانية هسيبكم تخمنوها بعد الرن، مش هقول لكم عليها دلوقتي، اتمنى ان الناس تلقطها. هنعمل كنترول اف 5. The sum is the formula to n equal 10 terms is 1.
طيب هل ده حقيقي؟ هل حقيقي ان 1 زائد نص زائد ربع زائد تلت زائد خمس وهكذا بيساوي 1؟ اكيد النتيجة دي غلط. طيب احنا هنا عملنا double sum equal zero، تمام. انا هنا لما بقسم 1 على i، دي الغلطة اللي انا كنت بتكلم عليها، بيطلع لي النتيجة في integer ويرجع يحطها في sum اللي هو double، لان انا استخدمت 1 بشكله الانتجر. لو حطيت بوينت او اللي هو خليتها بشكله الدبل، هيطلع لي النتيجة دبل ويرجع يحطها في دبل. اوريكو ده هيختلف ازاي. The sum of the formula of n equal 10 terms is زي ما انت شايفين 2.9 ورقم كبير جدا. احنا عايزين نتأكد ان الرقم ده صحيح. انا بالفعل كنت عاملة المجموع ده على الكالكوليتر عندي بتاع الكمبيوتر، جمعت من 1 نص ربع زائد سدس، الشاشة بس ما كانتش مكفية، طلعت رقم مقارب جدا للرقم اللي طلع لي في البرنامج. طبعا الاختلافات من بين الكسور يعني ايه، بصراحة مش عارفة احدد سببها، بس اعتقد ان الكالكوليتر بتاع الكمبيوتر ادق من الكالكوليتر اللي احنا عاملينها هنا، باعتبار يعني ان الدبل والانتجر والحاجات دي بيبقى ليها ليميتيشنز معينة في الرام، فيمكن الكالكوليتر بتاع الكمبيوتر بقى ايه واخد مساحات اوسع. اتمنى ان البرنامج يكون يعني سهل بالنسبة لكم. تعالوا نطبق برنامج تاني. البرنامج رقم 3 هو زيه بالظبط. تعالوا نشوف رايت رقم 5 ده. Write a program that reads the 5 numbers and counts positive and negative ones. احنا عايزين برنامج يقرا 5 ارقام ويعد انهي فيهم positive وانهي فيهم negative. تعالوا نعمله. احنا طبعا عايزين ناخد ايه، عايزين ناخد 5 ارقام، يبقى هنعمل int n equal 5، وبعدين بيعد معايا حاجة، بتعد معايا انهي positive وانهي negative. يبقى انا عندي 2 counters، 2 عدات، هنسمي واحد فيهم int counter positive equal 0، والتاني هيبقى counter negative equal 0، تمام. وبعدين هبتدي ايه، اخد الارقام من اليوزر. اول حاجة اعملها هعمل string input اللي انا هاخد فيه الارقام، واخده string. بيعمل ايه السترينج ده؟ بيعمل console.readline، تمام. وبعدين هعمل فور لوب، انت اي يساوي 0، اي اقل من الان، اي بلس بلس، وافتح قوس واقفله. هنا جوه الفور بعمل اف ان خلينا ناخد ايه، خلينا نعمل string input فقط هنا، ونعمل read line هنا، وبعدين عايزين نعرف variable بره ناخد فيه الرقم نفسه. دي كانت حاجة مهمة جدا احنا نسينا نعملها، int number. وبعدين هنيجي هنا نحول النمبر ده لايه، لانتجر. احنا اصلا واخدينه على شكل سترينج، عايزين نحطه في خانة انتجر. هنعمل convert dot to int 32 اللي احنا عملناها قبل كده، ونعمل فيها ايه، نحط فيها
القيمة السترينج اللي احنا عايزين ناخدها، تمام؟ if number اكبر من الصفر بقى ايه؟ لا حطيت سيميكولون غلط، بعمل counter positive plus plus، وبعدين if else if number اقل من الصفر بعمل counter negative بلس بلس. انا كده خلصت البرنامج بتاعي. حد هنا ممكن يسأل انا ليه عملت اف والس اف، انا ليه ما عملتش اف والس على طول؟ لان انا عندي حالة مختلفة عن ان الرقم يبقى اكبر من الصفر ويبقى اقل من الصفر. انا عندي الحالة انه ممكن الرقم نفسه يبقى بصفر، ودي مش مطلوب مني في البرنامج ان انا اغطيها، فبالتالي انا هتجاهلها. بس انا عشان اتجاهلها والبرنامج بتاعي يمشي صح، لازم احط الشرط بتاعي يكون explicit، يكون واضح. بس انا دلوقتي خلاص الفور بتاعتي خلصت. برا الفور بقى اعمل ايه؟ right line right line، هقول the number of positive integers are و plus و counter positive، وبعدين اعمل plus تانية واقول ايه؟ the number of negative integers and negative integers r، واعمل بلس وايه؟ وكاونتر نيجاتيف. وانا كده خلصت. لو جيت عملت ران انا ما كنتش كاتبه سطر فوق، فانا المفروض ادخل ارقام على طول. دي برضو احنا نسينا نعملها، احنا المفروض نوضح هدف البرنامج في اول سطر منه. خلينا ندخل ارقام 15 45 33 وبعدين ماينس 20 وماينس 8. تمام، هو هنا بيقول the number of positive integers are 3 and the number of negative integers are 2. شكل البرنامج مش حلو خالص، ف احنا المفروض ننهي هنا ونحط ده في console right line برضو لوحده. بحيث ان البرنامج يبقى شكله حلو يعني، او احسن شوية. وناخد سطر فوق كده نقول فيه this program should count the number of positive integers for n equal 5 times. بس لما اجي ارن عايزين برضو نقول هنا ايه؟ so please enter 5 numbers نعمل رن، هنلاقي شكل البرنامج احسن. this program should count the number of positive integers for n equal 5 times so please enter 5 numbers. احنا هنا عايزين نعمل سلاش ان كده وبعدين positive and negative.
الحاجات دي بتفرق جدا، يعني مش يعني ما تعتبروهاش تفاهات ان الواحد يقعد ينسق في البرنامج بتاعه ويخلي الدنيا واضحة والسطور دي بتقول ايه وكده، الناس كلها بتفكر المهم اللي انا عملته جوه اللوب وهو ده اللي ليه معنى. لا، الشكل العام للبرنامج بيفرق جدا في استجابة اليوزر ليه، فياريت نحاول نجمل البرنامج بتاعنا ونخليه شكله إليجانت كده، يبقى إليجانت كود. دي حاجة مهمة، أتمنى ما تستهونوش بيها. احنا دلوقتي لما نيجي نرن البرنامج هيبقى شكله كده: This program should count the number of positive and negative integers for n equal 5 times, so please enter 5 numbers. كده البرنامج واضح. نيجي نجرب ندخل تاني: 33 70 ماينس 9 ماينس 8 و5. The number of positive integers are 3, the number of negative integers are 2. طبعا انا لما هلعب بقى في ال n هنا هغير مثلا ان اخليها ب15 ب10 ب2 ايا كان، اراعي ان انا اغير في المقدمة بتاعتي واراعي ان انا ما اخليش يحصل دوبليكيشن. يعني انا مثلا لو هاخد 15 رقم اقول له في البرنامج بشكل واضح ان انا لو جه رقمين زي بعض ما تحسبهمش مرتين، احسب الرقم ده مرة واحدة. بس دي حالة تانية يعني متطورة شوية، بس ناخدها في اعتبارنا يعني. ماشي. بالنسبة للبرنامج الاولاني كنت عندي تعليق بسيط ان انا هنا اخد بالي كويس لما انا ابتديت الفور لوب باي ايكوال 1، وانا كنت متعمدة ده. يعني انا كان ممكن اخليها اي ايكوال 0 واخلي الاي اقل من الان، ما اخليش فيه يساوي، بحيث ان هو يعد من 0 ل 9. بس انا عندي مشكلة كبيرة ان انا بعمل ايه هنا، شايفين هنا انا بقسم على الاي، فلو انا يعني خليت الاي بزيرو وقسمت على الاي البرنامج هيعمل حاجة اسمها كراش، لان هو القسم على الصفر ما بتنفعش، حتى الكمبيوتر ما بيعرفش يقسم على الصفر. فدي كده بيبقى اسمها لوجيكال ميستيك، يعني البرنامج مش هيطلع لي ايرور، هو هيرن، بس لما هيجي يرن في اول خطوة ليه ان هو يحسب اول حد ويقسم واحد على اي اللي هي هتبقى بزيرو في اول اتريشن، هتبقى هتلاقي البرنامج وقف وممكن الكمبيوتر يهنج والدنيا كلها هتقف. فاللوجيكال ميستيكس دي بتبعزك تفكر انت في الكود، البرنامج لما بيعمل كراش بيعمل كراش ليه، مش بيعمل كراش عشان هو الكمبيوتر بطيء او الرام مليانه، لا، في حاجة انت عملتها غلط في الكود، هي مش شكلها غلط بالنسبة للكومبايلر فهو عمل رن، لكن هي فيها مشكلة منطقية لازم انت تفكر عشان توصل لحلها. اتمنى الكونسبت بتاع البرنامجين دول يكون واصل عندكم، وان شاء الله المرة الجاية هنعمل برنامج هيكون اصعب كتير. اشوفكم على خير.